هذا الدعم اللامحدود المعنوي والمادي من لجنة اليوم الوطني لتراثهم اللي هو منهم ولهم. شكرا لهالمدرسة اللي أطربتنا اليوم ومدرستنا وشفناها الله يحفظها. شكرا جزيلا لكم. دخلوا على عدن، يستاهلون التحية يا جمهور، بيض الله وجيههم ما قصروا. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، حضرنا الكريم، نشكرهم لجلالة التحكيم، بيض الله وجيههم ووجيهكم يا مشاهدينا والحاضرين. بعد اعلان النتائج المدارس فايزه، ولكن راح نتعرف على العنصر الثاني والثالث. خلونا نطلع ونشوف هذا التقرير عند اعلان النتائج. دراونا القطع الأساسية للعمل الإنساني. أتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة بدرب الساعة. We invite you, dear درب الساعة visitor, to visit the Qatar Charity branch. As we know, Qatar Charity is an international humanitarian and development non-governmental organization founded in 1992. In accordance with the law regulation, charitably. التحكيم مطر البادي. شكرا لعيالنا اللي شرفونا بهالعرضه الطيبه، واحنا نشوف البيرق ونشوف الصف ونشوف المعقوده وهم يعقدون ونشوف المتحيلين ونشوف العده. شكرا للعده اللي
تروح بطريق الزر. لا 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 تروح بطريق الأسود ما تسوي. What is his name? Parrot? Parrot. Parrot. Very huge. Ya
جرب. Why are you going to go?